الأخ محمد خيي، مرحبا بك في مقر العدالة والتنمية. شرفتنا بحضورك اليوم، ونحن سعداء بوجودك معنا اليوم، والسعادة مزدوجة. معنا فنان كبير من طينة محمد خيي، الذي يشرف التلفزة المغربية والشاشة المغربية بعمله الرائع وبإبداعاته الفنية التي تدافع عن نفسها. فهنيئا لكم سي محمد خيي، ومزيد من التألق إن شاء الله في المسار الفني ديالكم إن شاء الله. إدارة قسم الإعلام، الحمد لله فيها الجنود. ملي تنقول جنود تنقصد الذكور والإناث، تيقوم بعمل جبار، في إبداع، في عمل متميز يحتاج إلى أن نعترف به جميعا، لأن الذي يظهر من وراء الستار هو الموقع الإلكتروني، هو النشرة الأسبوعية وغيرهما من إنتاجات إدارة قسم الإعلام، لكن وراء ذلك عمل جبار ونضال مستمر وفريق يشتغل بالليل والنهار. فباسمكم أهنئ الإخوان والأخوات أعضاء هذه الإدارة. قسم الإعلام والعلاقات العامة في العدالة والتنمية هو القسم اللي كينهض بوظيفة الإعلام والعلاقات العامة وكيشرف على سياسة الحزب في هذا المجال. هذا القسم كيتكون من 20 عضو، واللي الرئيس ديالو سي سليمان العمراني، رجل متواضع كيتميز بالصرامة والجدية. من نهار التحق بالقسم والهدف واضح وباين، تطوير الإعلام والعلاقات العامة بالحزب. سي سليمان أعطانا فن جديد لإدارة الإعلام، وهذا الشيء بان من خلال تطور ترتيب الدخول للموقع الإلكتروني بالمقارنة مع المواقع الوطنية الأخرى. فإلا جيتوا تشوفوا معايا مثلا في شهر يوليو 2013 كان ترتيب الموقع 819، واليوم مع منتصف أبريل 2014 أصبح في الرتبة 640، وصل عدد الزيارات كذلك حتى 6704 زائر يوميا، في حين في يوليو 2012 كان معدل الزيارات غير 519 زائر. هذا التطور شمل كذلك حتى حضور الحزب في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي عدد المعجبين بها كيتزاد نهار على نهار، واليوم وصل عدد المعجبين إلى 92,397 معجب. وما ننساوش قناة الموقع على اليوتيوب اللي حتى هي سجلت تطور ملحوظ، وأصبح اليوم عدد المشاركين فيها 7,536 مشترك، وعدد المشاهدات 5,909,074 مشاهد. وكخلاصة نبغي نقول لكم باللي هذا التطور راجع لمجموعة من الأعمال، من بينها النشرة الأسبوعية اللي كيصدرها القسم منذ 20 فبراير 2012، واللي كتجمع جميع المواد المنزلة بالموقع خلال الأسبوع، واللي وصلت اليوم للعدد 100. هذا الشيء بالإضافة للعديد من المنشورات اللي كيسهل الفريق الإعلامي على إعداد مضمونها وإخراجها الفني. الإنتاج السمعي البصري حتى هو ساهم في هذا التطور، من خلال الروبورتاجات، الحوارات المصورة، البروموهات، وزيد وزيد وزيد. وهذا الشيء من وراء واحد ليكيب، يا سلام. بالمناسبة إذن غادي نشوفوا روبورتاج على الفنان ديالنا سي محمد خيي اللي قاموا به لقاء بفريق التقني ديال قسم الإعلام والعلاقات العامة، وكان روبورتاج صراحة لمس فيه الكثير من الاحترافية، ويعني سي محمد خيي يستحق هذا الروبورتاج ويستحق أكثر. Marrakech, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Mohamed Khoyi. شكلت الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش لحظة اعتراف وتقدير للفنان المغربي محمد خيي، أيقونة الشاشة السينمائية المغربية، والذي تألق في العديد من الأدوار. تكريم الممثل الملقب بوحش الشاشة كان له وقع خاص عليه. أنا سعيد جدا، شكرا لكم بزاف، شكرا لكم، نتمنى لكم التقدم والازدهار قسم الإعلام والعلاقات
الحزب العدالة والتنمية نتمنى، ولكن هذا اللي كنتمنى، لأن الشيء اللي سمعت مع السيد الرئيس فهو الشيء اللي كيبهج الصدر ويخليك أنك تكون فرحان أنه كاين الناس اللي واقفين وغادي يخدموا. ملي كتكون النية ديال أننا غادي نتعاونوا مجموعين وأننا غنعترفوا بالمجهود ديال كل واحد فينا، فبدون شك أنكم غادي تمشيوا مزيان وغادي تكون النتيجة مزيانة. وفي بلادنا حنا محتاجين أنهم يكونوا أقسام من هذا، أنهم يكونوا هذه الأشياء هذه اللي كتعطي واحد العناية للفن وللفنانين. من خلال الأمسية واحتفاءكم محمد خيي فهي لكل الفنانين المغاربة وللفن في هذا الوطن. أشكر الفنان محمد خيي اللي في الحقيقة يعني بتواجد دياله معنا في مقر حزب العدالة والتنمية، والحمد لله حزب العدالة والتنمية وإذ يخطو هذه الخطوات فهو يمد يده للتعاون مع الجميع بهدف أساسي هو خدمة هذا الوطن، وأن نسهم من موقعنا في هذا المسار الإصلاحي. شكرا لكم وشكرا لكل الأخوات والإخوان في الإدارة المركزية سيزويتر، في إدارة قسم الإعلام وفي مختلف الأقسام. والسلام عليكم ورحمة الله.